بالنسبة للشيخ المحرم إذا كان مثلا ورق الشجر أو أخذ بعض أوراق الشجر لكي مثلا يوقدها للتدفئة، مثلا إذا كان الجو باردا، هل يجوز له ذلك أم لا؟ أولا اعلم أن قطع الشجر ليس من محظورات الإحرام ولا يتعلق بالإحرام. قطع الشجر متعلق بالمكان، فما كان داخل حدود الحرم فأخذوه حرم للمحرم وغير المحرم، وما كان خارج حدود الحرم فأخذوه حلال للمحرم وغيره. وعلى هذا فالأشجار التي في عرفة مثلا لا بأس بأخذها للمحرم وغير المحرم، والتي في منى مزدلفة حرام على المحرم وغير المحرم، إلا الأشجار التي غرسها الإنسان فهذه حلال ولو كانت داخل حدود الحرم. وأما قولك أنه يأخذ الأشجار للتدفئة، فالأشجار الخضراء ما فيها تدفئة، ما فيها إلا دخان يعميك. نعم، على كل حال اليابس ما له حرم، خذه ولا حرج عليك. نعم.